هذا الدين الإسلامي لا يوجد، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم يأتي ولم يطرق العالم شريعة كهذه الشريعة، فيها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والخبر والبرهان، ولابد ترفع رأسك، ليس تكبرا، لا، لابد أن تفرح بهذه النعمة أن الله سبحانه وتعالى اختارك بأن تكون من أهل الإسلام. ولأن البعض، أنت تعرف بعض المجتمعات أحيانا خاصة في إذا سافر أو إذا ذهب إلى مكان وكذا وكان الثوب قصير واللحية ينزل من ثوبه قليلا، صحيح؟ قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، الله سبحانه وتعالى غني عنا،